يحيى قالت انه في ناس كانوا بعاد حسيتهم قراب وفي ناس كانوا قراب بعده، كتار اللي بعده عنك، كتار اللي خذلوك. كتير كتار. شو هالقوط طويلة هيدي؟ اوف اوف، قلت لك هيدي ميجنة وعتيبة. مشوار حلو طويل وبزعل، مو لانه في الم ست الكل، مو لانه في مرض، بس ليكني دعست فوقه وماشي. لما بيقسى عليك البرد بتقولي البرد رفع العتب بينه وبينه، فلما بيقسى المرض ما عاد في محل حدا يعاتبك ولا تعاتبه، خلص قرار بحياتي اللي هو منيح حيضل وبس. هل في ناس مش بس ما ساعدت، في ناس أذت؟ يعني بمعنى أنه في ناس يمكن اتهمتك أنك أنت عم تستغل مرضك أو أنت منك مريض، هل هالشي صار؟ هن ناس مرضى وما على المريض حرج. كل من اتهم هذا الاتهام كتار اتهموك شو أكتر أسوأ شيء قال يحيى؟ يحيى ما يعمل مصاري منه مريض. يحيى ما يعمل دعاية مسلسل جديد. اللي قالوا كهذا الكلام ست الكل هن مريضين وما على المريض حرج مصر، لأنه هن ما فكروا بأم. لما بتتصل فيني بتقلي معقول يا ماما هالمسحة؟ لذلك أنا ما كنت بقرر أطلع ولا لقاء لحتى يضلوا يحكوا، لأنه بس يحكوا أنا بستمتع. تستمتع؟ أذى، كيف تستمتع بالأذى؟ قديش المهم لحتى مضيعين حالهم علي ووقتهم علي. وقدي اكتشفت ناس وقدي تعلمت. طبعا أنا ما بكن الناس اللي بالمهنة مشان ما هلأ تصير كلمة ما تفهم خطأ، أكيد يصير عنا هجمة وكل يدور على ترند. لا ما بدنا ترند نحن. لا ما أني موصيني قصي ما تقول إنك هيك ولا تقرب على هي السيرة نهائيا، بس وجب انه اقول لك هي الناس مريضة وما على المريض حق. طبعا وجب. والدتك بعدم فكرتها مسحة؟ لا حبيبة تقبلت الفكرة. اي بس ما شافني بهذا المنظر. ليه؟ ما بخليها. ما خليتها تشوفك. بس انت هلأ كتير منيح. انا وحيدة ثلاث بنات، حساس الموقف شوي. وصف لأمك. أنا ابن امرأة لا تعرف عن الحياة سوى الدعاء والصلاة. يعني هلأ يمكن إذا أرجيتي أي شيء تقولك شو هاد، لأنه وقتها كله طاهرة. أمي كوكب على الأرض، كاتب لها قصيدة بحبها. تمنعني إياها. أنت الفك، أنت الرصد، أنت الموعد على الوقت، أنت اللهفة من الركض، أنت كوكب على الأرض. إيه أم يحيى كوكب على الأرض. الله يخلي لك. آسف ما فيني أقول لك. أم يحيى معلي بقدر مشاعرك. أي متى رح تشوفها لأم يحيى؟ وأنا عم بركض. لما تصير تركض قريباً؟